وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. الدنيا لا خيرها يدوم ولا شرها، لا ليلها دائم ولا نهارها، لا صحتها تستمر ولا مرضها. دولاب من صعد يصعد فترة من الزمن ولا بد أن ينزل، ومن نزل قد يصعد لكنه دولاب. تلك الأيام نداولها بين الناس، من أصبح غنيا فقد يفتقر، ومن كان فقيرا قد يستغني، من أصبح مريضا قد يصحو، ومن كان صاحيا قد يتعرض للمرض. إذا أقبلت الدنيا على قوم، ما الذي يحدث؟ أولا، هل الدنيا لها إرادة تقبل تدبر، أو أن الإمام علي سلام الله عليه هنا يستخدم الاستعارة كما يستخدم القرآن الاستعارة، كما يستخدم القرآن الأمثال، كذلك النبي وأهل بيته يستخدمون الاستعارة ويستخدمون الأمثال. تصور من استغنى، نستطيع أن نقول أن الدنيا أقبلت عليه في الجانب المالي، وإذا أصبح فقيرا نقول أن الدنيا أدبرت عنه. إذا أقبلت الدنيا على قوم يحدث أمران. الأمر الأول ما يرتبط بأهل الدنيا، جانب سلبي خطير جدا يصاب به الذين تقبل الدنيا عليهم، وهو الغرور والاستعلاء والتكبر والشعور بعدم الحاجة، وربما الظن بأن هذه حالة تستمر وأنهم يستحقون ذلك على الله. حق من حقوق أن يكون غني، حق من حقوق أن يكون حاكم، حق من حقوق أن يكون صاحي في جسمه، حق من حقوقه. وقد يعاتب ربه إذا خسر في صفقة، وقد يعاتب ربه إذا تعرض لمرض، كأنه يستحق على ربه شيء. هذه الحالة كقاعدة عامة، إلا من استثني، كقاعدة عامة: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا تقول أنا استثناء، أنت هم واحد من عندهم، تام واحد من عندهم، لأنها قاعدة. يعني الاستغناء
له تأثير. تأثيره النفسي على الفرد هو الغلو، الغلو في حق نفسه، الاستعلاء على الآخرين، التكبر على غيره. هذا أثر من آثار إقبال الدنيا. والأثر الثاني أن الناس خاصة الشعراء والصحفيين والمتزلفين، هؤلاء يمدحونهم بما ليس فيهم. إذا أقبلت الدنيا على قوم تعطيهم أكثر من حقهم، أعارتهم محاسن غيرهم. إذا واحد نجح يعتبروه مثال حتى في قضايا فاشلة من عنده، حتى في شيء هو فاشل فيه، بس لأنه ناجح في مكان ما ينسبون إليه المعجزات. يا عمي هذا لا عنده معجزة ولا هم يحزنون. فالذين يمدحون هؤلاء وإن كان المدح يصب على ذواتهم، لكن الحقيقة يمدحون الدنيا. يعني يقول هذا عظيم، هذا عنده معجزة، هذا ناجح في كل شيء، شوف إيش قد عنده ذكاء، لأنه حاكم، لأنه انتصر. فلأنه انتصر يمدحهم الناس، يمدحه الناس بما ليس فيه، وينسبون إليه ما لا يستحقه. وقد يقولون أنه أصبح معصوما لا يخطئ في مكان. أحيانا تجد أينشتين يستطيع أن يكتشف النسبية، النظرية النسبية المعروفة الصغيرة والكبيرة، وعلى كل حال طبعا نظرية معقدة جدا، خير إن شاء الله. فيما يرتبط باكتشاف النظرية النسبية الرجل ناجح، لكن في علاقاته الاجتماعية هم لازم نقلد هذا الفاشل، في علاقاته الأسرية هم لازم احنا نعتبر أن طريقته في تعامله مع أهله وهي طريقة فاشلة، كانت فاشلة في حياته، هم لازم احنا نقلد فيه. وإذا كان يشك في وجود الله فنقول أينشتين يشك في وجود الله، طز في مليون أينشتين، شك في وجود الله، في وجود من خلقه، في مكان ما ناجح، مو معناه في كل مكان ناجح. فرد واحد نجح في الطب، نرجع له في الهندسة، نرجع له في علم الزراعة، في علم الفلك، في العلاقات العامة، طبيب درس الطب نجح في الطب. إذا أقبلت الدنيا على قوم وصار غني، حتى لو أمي الناس يرفعون من شأنه، لأن جنابه أصبح ملك بحكم الوراثة، بحكم الوراثة، لا علم ولا فهم ولا إدارة ولا اقتصاد، يطوش هذا الدكتوراه شنو بالثقافة، وين الثقافة، يراونها الثقافة مالته. تشوف كثير من رؤساء الدول يحصلون على شهادة دكتوراه من أرقى الجامعات. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، هذه شهادة الدكتوراه مسروقة من شخص يستحقه وأعطي لمن لا يستحقه. لكن هي قاعدة، هذه القاعدة الإمام علي يتحدث عن حقيقة في داخل المجتمعات، وأيضا هذه الحقيقة تصدق بالنسبة للأفراد. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، مو إلا قوم. وهذا الحديث من الإمام علي روي بصيغتين، صيغة إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وأيضا بصيغة إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. هذه حقيقة، وهذه الحقيقة صادقة على الأفراد، على التجمعات، على الأحزاب، على الطوائف، على الأقوام، وعلى الأفراد أيضا. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، بيان هذه الحقيقة أيضا فيها بعض النصائح الكامنة. النصيحة الكاملة وين؟
أنه يابا إذا الدنيا أقبلت عليك مو تفكر هذا أنت ملك طلق من آبائك وأجدادك، يمكن هاي الدنيا تغرب عنك تدبر عنك، مو تفكر هذه باقية لا أبد الدهر. لا تغتر. الزهد في كتاب الله في كلمتين: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تكون فرح، السرور شيء والفرح شيء ثاني. سرور شيء مؤقت، الفرح أنه خلص بعد أنا أبقى دائما حاكم، أنا أبقى دائما غني، أنا أبقى دائما عالم. لا تغتر لا بالملك ولا بالمال ولا بالعلم. قد يصاب أعلم العلماء بألزايمر، ينسى كل شيء حتى ينسى زوجته وأولاده، مو المعلومات اللي حفظها واللي درسها. لا تصير مغرور، هاي الدنيا أقبلت عليك. هذه هي في الحقيقة صفات الدنيا، مو صفاتك الذاتية، مو ملك طلق مالتك. الدنيا متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والمفتون من فتنته كما يقول الإمام علي. قد تقول: هذا الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولد أميرا ثم أصبح وزيرا ثم أصبح ملكا، راح يموت أيضا ملك، فإذا الدنيا ما أدبرت عنه. زين يوم اللي يموت هم يأخذ الدنيا وياه؟ يوم اللي يسافر يأخذ وياه 1500 واحد ويحجز له 1200 غرفة في أرقى الفنادق وعشرات السيارات وياه، بس يوم اللي يخلوه في قبره أيضا يأخذ وياه 1500 واحد، زوجته وأولاده يشردون من عنده يوم اللي يدفعوا بالحفرة مالته. إذن لا إذا أقبلت الدنيا على قوم، نعم ما دام الدنيا أقبلت عليه أعارته محاسن غيره، لكن إذا أدبرت عنه راحت. هذا المديح هم يروح وياه، الملك السابق أحد أمدى يذكره، هم المديح اللي كنا نشوف مجالس الشعر التي تعقد في حضوره وكل واحدة من منظمين أمره، هل قد يتقدم أكثر ما إلى حق يتقدم، هالشكل يوقف هالشكل يقعد وينن. أشوف هو راح وذكرهم وياه. الدنيا على كل حال متقلبة. وأيضا مسألة المديح الذي يحدث عادة، هذه هم لازم نصيحة فيها. مو كل واحد اللي تسمع المديح بحق لأنه حاكم، لأنه منتصر، لأنه ناجح، هذا المديح يستحق. شوية قيم الآن مسألة، شوية فكر. هذا اللي يمدحوه وينسبون إليه المعجزات لو كان قد فشل أيضا كانوا ينسبون إليه المعجزات ولا ما ينسبون إليه؟ جحا يوم من الأيام شافت عزيمة طويلة عريضة، راد يدخل ما خلوه. ليش ما خلوه؟ لأن ثيابه رثة، ثياب الفقراء، وعادة المآدب يدعى إليها الأغنياء، علية القوم، مآدب الكشخة للفقراء. أنت شايف واحد يسوي عزيمة كبيرة جدا ومتنوعة في فندق 5 ستار 5 نجوم لفقراء؟ ما هذا راد يدخل ما خلوه على ثيابه. عنده في الجبة خز لهالمواقع، راح لبس هاي الجبة الخز، اجى رحبوا به، دخل جلس على مائدة الطعام، فقام يقدم الطعام لأردانه. هذا الجبة مالته يدخله بالمرق بالتمة، اكل او اكلي. الناس تعجبوا من عنده، اعتبروه هذا من المدعوين الكبار، جبة خز مو كل واحد كان عنده. اجوا عليه: شو تسوي؟ قالوا: يا جماعة أنا هذا الرجل اللي تشوفه، أردت أن أدخل وأنا بثيابي الرثة منعتموني وطردتموني، لبست هاي الجبة فأدخلتموني مرحبا بي، هذا الترحيب مو إلي، لجبتي، فالطعام لجبتي مو إلي، طعام لجبتي. كثيرا ما تجد أن المديح للجبة، للأبهة، للسلطان، للمال. من احترم غنيا لغناه فقد خرج من ولاية الله،
وأنا رأيت هذا المنظر في سوق أحد الدول. أجا أنا جالس عند رجل من الأخيار كان صالح، وهذا طالع وإذا بأحد أشوف الناس من الطرفين يقومون في المحلات مالتهم. واحد داخل قلت هذا منه؟ أما تعرفه هذا المليونير فلان، شو أسوي له؟ زين أنا لازم أقدر وأحترم وأقوم للمال اللي عنده بالبنك، مو إله هو لا هذا هذا ما شايل وياه. اللي كان عنده قارون أموال في البنك. السلام عليكم ورحمة الله. والعكس أيضا، إذا سمعت أن أحدا يذم لأنه لم ينتصر، لأنه ليس حاكما، لأنه ليس غنيا، فمو 100% يستحق الذم، لأن إذا أدبرت وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. شوف احنا ليش نؤمن بالأنبياء والأوصياء والصالحين من عباد الله؟ لأنهم كانوا يملكون الدنيا أبدا. لم تقبل الدنيا على الأنبياء إلا بأقل من أصابع يد واحدة من الأنبياء. سليمان بن داود، نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة من الزمن، نعم انتصر، وإلا 124,000 نبي أغلبهم عاشوا حياتهم مطاردين معذبين، قسم من عندهم قتلوا سجنوا طردوا، لكن احنا نؤمن بهم لأن إيماننا لحكمتهم، لعلمهم، لعبادتهم، لطاعتهم، لارتباطهم بالله وارتباط الله بهم. الإمام علي يلعن على المنابر بأمر من معاوية بن أبي سفيان، لكن الإمام علي إمام علي، لعنوه على المنابر أو مدحوه على المنابر، لا مدح الناس بالنسبة إليه يرفع شأنه، ولا ذم الناس له ينقص من شأنه. علي علي بالمقاييس التي أقام الله الكون عليها، هنالك رجال لهم قيمتهم وهنالك من لا قيمة لهم، مع قطع النظر عن إقبال الدنيا عليهم أو إدبارهم عنها. في زمن هارون الرشيد فد عائلة ساهمت في الحقيقة في علو شأن هارون الرشيد في الدنيا طبعا، والذي بشره كان نايم وأجلسه وقال له قوم، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال ما الذي حدث؟ قال صاحبك مات، أنت أمير المؤمنين، يحيى البرمكي عم جعفر البرمكي. هذه العائلة كان يضرب بها المثل في النفوذ في الدولة الإسلامية التي كانت تمتد على المعمورة في ذلك الزمان، وكانوا مقربين جدا إلى هارون الرشيد. جعفر البرمكي شاب، زوجه هارون أخته العباسة، وكان نديمه في الليالي والورق يلعب وياه والقمار يلعب وياه ويدخل عليه بدون إذن وكل الأمور بيده، ينصب يعزل جعفر البرمكي ويحب البرمكي عمه والعائلة كلها، عائلة ذات نفوذ. مرة واحدة غضب هارون الرشيد عليهم، وإلى الآن المؤرخين ما يدرون ليش، لأن احنا نفكر هذا الحاكم حقيقة يختلف عن بقية الناس للمديح اللي يمدحوه والألقاب التي تعطى له، ونفكر هذا غير بقية الناس، هذا لهم شأنهم شأن أقل الناس، هم على مزاج. شوف هنا أنا ما عجب من عنده على فت قضية بسيطة، غضب عليه. كان هارون الرشيد يقول عن جعفر البرمكي، يقول أنه أسخى من عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر كان يضرب به المثل في السخاء، وأنه أعف من يوسف الصديق، أكثر عفافا من يوسف الصديق، وأنه أجمل من مصعب بن زبير. مصعب بن زبير رضوان الله تعالى عليه من أصحاب رسول الله الذين استشهدوا بين يديه. هذا الرجل كان يضرب به المثل في الجمال، وكان عفوا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير كان يضرب به المثل في الجمال، استغفر الله، مصعب بن عمير ابن الزبير ما كان خوش إنسان، بالعكس.
وهذا جعفر البرمكي وجهه كان شوية طوالي ومو حلو قبيح، لكن لأنه حاكم يمدح وهارون رشيد يمدح، ومن يقدر يتكلم أمام هارون رشيد على البرامج في شيء، مو فقط ينهر إذا بالسجن وربما يقتل. أسخى من عبد الله بن جعفر، أشجع من عمر بن طفيل، وكان يقول عنه أنه أوفى لي من الحجاج لعبد الملك بن مروان. لكن يوم اللي غضب عليهم وذاك قتله والثاني ذب بالسجين، الناس بدأوا كل يذمون هؤلاء، يسلبون منهم ما كان عندهم. بعد هذا مو وفي، هذا مو جميل، هذا مو سخي، هذا خواف. هاي الدنيا خاصة الشعراء، شعراء يتبعهم الغوم. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ هذا الحاكم ارتفع يمدحه، نزلوا يذمه، واحد ثاني صعد يمدحه، نزال يذمه. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. يعني يوم اللي ضربهم هارون الرشيد لحقتهم اللعنات. خليفة مات لم يحزن له أحد، ما دام مات خلص، بعد هذا فشل في الاحتفاظ بالحياة، فيستحق كل ذنب. في التاريخ الحديث، الحرب العالمية الثانية وقعت ما بين قوات المحور ألمانيا النازية وإيطاليا حليفتهم واليابان، في مقابل قوات الحلفاء الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. اللي فشل النازيين فشل إلى الآن يلعنون. طبعا الحزب النازي كان حزبا فاشستيا، وكان يعتبر هتلر أن ألمانيا فوق الجميع، وكان يعتقد أن الألمان يجب أن يحكم العالم. إحنا مو مع هتلر، نحن نلعن هتلر. لكن حقيقة لو كان هتلر ينجح والحزب النازي ينجح، إلى الآن كنت تسمع المدح وذم الخلفاء. إلى الآن في بعض الدول إذا تريد تروح يسألوك أنت أبوك جدك خالك عمك عمتك خالتك في يوم من الأيام كانوا في الحزب النازي ولا لا، إذا إيه ما مرحب بك. لكن لو كانوا الجماعة منتصرين القضية بالعكس، أوه أنا في يوم من الأيام مدحت الحزب النازي، إذن يرفعون من شأنك. ما له ربط، كلا الطرفين كان ظالما، كلا الطرفين قتل من قتل. 20 مليون من الشعب الألماني قتلوا، مو هتلر قتلهم، قوات الحلفاء قتلتهم. طبعا المعتدي كان هتلر والحزب النازي كان هتلر، ما في شك في هذا. كلامي مو على قضية الحق والباطل، كلامي أن الذي يرتفع وينتصر وينجح ويصير غني ويصير حاكم الناس تمدحه، إذا نزل من هذا المقام الناس تذمه، وإذا نجح أحدهم في شيء قد ينسب إليه كل فضيلة. هسا عمي في هالقضية ناجح، مو معناه في كل شيء ناجح. نواحي تجارية إذا نجح ينسبون إلى الفهم في السياسة، ولذلك تشوف واحد ناجح في أنه عنده فنادق وعنده خوش فلوس يرشح نفسه للرئاسة ويصير رئيس. يعني ما دام نجح في التجارة إذا نجح في السياسة ما معلوم، يمكن يدمر وطنه ويدمر العالم كله، لكن ينسبوا إليه ما دام هو ناجح. إذن في كل شيء ناجح. المحاسن عادة تغطى بالفشل عند الفاشلين، ونقاط الضعف تغطى بالمحاسن عند الناجحين. أول كتاب أنا ألفته وطبع ونشر، فاتهمته بأنني هذا الكتاب أخذته من غيري، يعني واحد مؤلف مشهور هو الذي ألفه ونسبه إلي، أعطاني إياه بس هو مؤلفه. أنا رحت عند هذا المؤلف قلت له أنا اتهمت بك، قال لي شلون؟ قلت له هذا الكتاب أنا مؤلفه وأنا تعبان عليه، مو مهم عندي، لكن المهم أنه اتهم بالسرقة، أنه أنا سرقت هذا الكتاب منك. ضحك، قال شو تريد تسوي؟ قلت هذا بطل من التأليف، قال بالعكس استمر في التأليف
إلى أن ينسب إليك تأليفات الآخرين. وقد حدث ذلك بالفعل. أحد الشباب كتب كتاب أيام اللي أنا كنت في البحرين ونشر الكتاب. بعد كم يوم أجاني قال ده يقولون أن هذا سيد هادي هو اللي مؤلف له ومخلي باسمه. فتذكرت كلام ذاك، قلت له تدري الحل شنو؟ أن تستمر في التأليف حتى ينسبون تأليف الآخرين إليك. يوم اللي واحد نجح في التأليف تأليفات الآخرين لم ينسبوا إليه. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم وفشل يقول عمي هذا الكتاب مو إله، هذا بايقة من فلان واحد فقط لأنه فشل. المهم النصيحة هنا وين؟ إذا فشلت لا تيأس، ومعنى هذا الفشل دائم، وإذا نجحت لا تغتر بنجاحك، مو معنى راح تكون ناجح دائما وفي كل شيء. الغرور في الناجحين قاتل، واليأس في الفاشلين أيضا قاتل. كنت في بعض البلدان وبين تأليف كتاب، بين إلقاء محاضرات، بين اجتماع بالشباب، كان عندي عمل وكان مرحبا بي. سافر رجعي شفت شوية الدنيا مقلوبة مختلفة، ففكرت مع نفسي صراحة أنه هل أنا تغيرت في شيء؟ يعني إذا كانت عندي كفاءات هذه فقدتها؟ إذا كنت قادرا على أن أؤلف هل نسيت التأليف؟ إذا كان باستطاعتي أن ألقي محاضرات في مجالات معينة ولها تأثير على الناس هل فقدت هذه الموهبة مثلا؟ وهذا اللي اكتسبته. شفت له أنا خلي الناس يحكي، ليش أنسحب من الساحة؟ لأن بعض الناس يحكون علي. فإذا أنت نجحت وشفت المدح اللي يجي عليك مثل المدح اللي مدحه ذلك الشاعر لذلك الخليفة، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، هي أوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما يحمل العذرة، فاحكم فأنت الواحد القهار. قال دخلت على مجلسي وشفت الخطيب الشاعر ده يلقي هاي القصيدة، أول بيت هذا البيت، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، يعني قضاء وقدر الله ما يمشي اللي أنت تريده يمشي، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد الجبار أو فأنت الواحد القهار. شوف ده يكرره، فالتفتت شفت الخليفة مشغول عنا بشنو؟ في الذبابة جاية عليه. سمت العرب الذبابة ذبابة لأنه كلما تذبها تعود إليك، عنيدة جدا الذبابة. هذا ليش يكرر الشعر هذا البيت الأول؟ لأنه الخليفة مشغول عنا ما دي يسمع، يريد يسمعه هو. هذا علمًا قاري، هذا هو مو ذكر الله حتى الله يسمعه كافي عنده، يريد الخليفة يسمع من عنده، ما شئت لا ما شاءت الأقدار. يكرر ذاك مشغول بالذبابة، ذبها على اليمين رجعت عليه من اليسار، من فوق من جوا، مرة واحدة استجمع كل قوته وغضبه وكأنه ده يفتح بلدان أخرى، وضرب فرد بوكس للذبابة، اختل توازنه، سقط من على العرش على الأرض. أشوف أحكم فأنت الواحد القهار، وعلى الذبابة ما يقدر الرجال. فإذا بأحدهم يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب هذا الشاعر المسكين، والمطلوب هذا المغرور بنفسه. على كل حال، أن لا تصبح آيسا من نفسك ومن الحياة إذا فشلت في شيء، وأن لا تغتر إذا نجحت. رجل في قديم الزمان بكفاءاته صعد وحالفه الحظ حتى أصبح من المقربين إلى الملك. سابقا ما كانت وزارات، وإنما كان هذا المقرب ذاك المقرب، أصبح من المقربين. المنافسين إليه كانوا يدورون على فرد نقطة ضعف حتى يسقطوه من هذا القرب،
حتى يغضب الملك عليه ويطرده من ملكه. راحوا شافوا هذا كل ليلة بعد ما يخلص شغله مع جناب الملك يدخل في داخل غرفة ويسد الباب على نفسه. ما عرفوا ليه، شنو السر، شو يسوي في هالغرفة. فراحوا خبروا الملك، قالوا هذا جاسوس لأعدائك، والدليل على ذلك يدخل في هذه الغرفة وهنالك يكتب التقارير لأعدائك. تدري التجسس في عرف العالم كله يعتبر خيانة عظمى بحق الوطن وبحق الرئيس والملك ومن أشبه. ليلة من الليالي حينما دخل في الغرفة وأغلق الباب على نفسه، اقتحم الملك والجنود عليه، فوجدوه واقفا أمام ثوب رس، ثياب رسة وفدع عصاية. قال له شنو هذا؟ أتعبد هذه الثياب وهذه العصاية؟ قال لا يا جلالة الملك، أنا كنت راعي غنم، وهذا ثوب يوم اللي كنت أرعى الغنم، وهذه العصاية أهش بها على غنمي، بس أنا أخاف يصير من الغرور كل ليلة أجي أوقف هنا أنا أخاطب نفسي أقول ترى أنت هذا الراعي مو أكثر، لكن إنما صارت لك حظوة عند الملك بوفائك بأمانتك بعلمك، لا تصير مغرور، مو تفكر أنت تستحق هذا المقام، إنما وفائك وأخلاقك الحسنة هي التي تستحق، فحافظ عليها مو أكثر من هذا. وصارت الحظوة عند الملك أكثر من السابق. يقول ربنا إن يمسسكم قرح، إذا أنتم فشلتوا في معركة مو معناه أنكم فشلتم في حرب، إذا فشلتم مرة في مواجهة الطاغوت مو معناه تفشلون إلى أبد الدهر، لا الفشل مكتوب لأناس دون أناس ولا النجاح مكتوب لأناس دون أناس، تفشل مرة ثانية مرة ثالثة وقد تنجح، والناجح أيضا قد يفشل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام دولاب صعدة ونزلة، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن الغرور إذا نجحنا ومن اليأس إذا فشلنا، وجعلنا من الناجحين والمفلحين عنده يوم نلقاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.